كنا نفكر انه بعمره سوريا يصير فيها حرب. كنا انه يلا بكره بتهدى الحاله وبنضل ببيوتنا. وبلشوا يعني يضربونا الطيران كل يوم. اسمي تركية حسين، أربع بنات، ربا، فاطمة، آية، سهير. في وحدة منهم جوزتها، ضلوا ثلاثة عندي. فاطمة عمرها 15، آية عمرها 13. هاي صعبة يعني، كلياتنا صار معنا عقدة نفسية على آية أكثر شيء، لأنه مرضت بسوريا. يفتحوا الخلاويات بريف حلب، يفرجوا هالعالم شلون عم تندبح. ماردين أي بلد كنا بإصلاحية عربي ما يفهموا علينا. ماردين فيها عرب. هلا جينا لماردين لهون وقاعدين. ضل هون. أنا لحالي بسوريا. الحمد لله. المهم ما نسمع صوت الطيارة والضرب. مخنوقين بهالبيت هون. ما عندنا أهل، ما عندنا حدا نطلع لعنده، محبوسين بالبيت. يعني بنضل حاطين تلفزيون الاخبار وعم نشوف وين ضربوا، ايش صار بسوريا، عجب بدها تصير ما بدها تصير. كانت كثير حلوه سوريا، كثير. ما في غير الضرب والقتل والاجرام والاجرام، هذا هو اللي بسوريا صار. يعني اللي عشناها بسوريا تحت القصف وتحت الضرب هي ما كانت حياة.